بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى أحبابنا وذوينا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا. ربي تمن بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. طيب ثم شرح قول المصنف رحمة الله عليه: ولله كتب أنزلها على أنبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وكلها كلام الله تعالى. لله تعالى كل كتب. هذه الكتب أنزلها على أنبيائه. ثم ماذا هو مقصود إنزال هذه الكتب على الأنبياء؟ ما فائدته؟ هذا الذي ذكر بعده: وبين فيها أمره ونهيه ووعده وعيده. فهذه الأمور الأربعة مضمون هذه الكتب. ثم يتفاوت مقدار هذه الأمور باختلاف الكتب. مثلا كتاب الزبور فيه يعني هذه الأحكام قليلة جدا، أما الكثير فالوظائف والأوراد والأذكار. نعم. ثم كتب لله كتب أنزلها، هكذا ذكر، لم يذكر يعني عدد الكتب. ذكر إسام الدين رحمه الله في شرح هذا القول: لم يذكر عدد الكتب إشارة إلى أن العدد لم يثبت بدليل يفيد اليقين، كما سبق في عدد الأنبياء والرسل. نعم. فالأولى ترك العدد بالتسمية لئلا يخرج كتاب أو يدخل غير كتاب، على أن ما ورد أن الكتب 104 ينافيه ما ورد أن المرسلين 313، لأن الرسول من له كتاب وشريعة. لكن فهذا ليس التنافي بينهما على الراجح، لأن الرسول لا يشترط له كتاب على الراجح من دائره الرسول والنبي. نعم. هذا بناء على المرجوع، وإلا الرسول يشترط فيه الأمر بالتبليغ فقط، لا يشترط الكتاب كما سبق. نعم. ثم وكلها كلام الله تعالى، هذه الكتب يعني دوالة على كلام الله تعالى كما ذكرنا في مسألة القرآن. نعم. ثم كلها، فإذا هذه التوراة والإنجيل والزبور الصحف التي أنزلت على آدم عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام وعلى من أنزل عليه من الأنبياء، كلها كلام الله وهو واحد. أما كلام الله واحد، يعني سبق أن ذكرنا كلام الله صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، وذاك كلام كلام النفس. ثم وإنما التعدد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع، طيب كما ذكر في القرآن. نعم. وبهذا الاعتبار كان اللفظ هو القرآن، ثم التوراة، ثم الإنجيل، ثم الزبور.
هذا هو الترتيب في الفضل بين الكتب الأربعة. كما أن القرآن كلام واحد ولا يتصور فيه تفضيل. القرآن كلام واحد لا يتصور فيه تفضيل، يعني هل يفضل بعض القرآن على بعض؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال كلها على درجة واحدة لا تفاوت بين بعضها على بعض، لكن بعض من العلماء قال بالتفاوت بين الآيات والصور استنادا استدلالا بما ورد في فضائل الصور والآيات. ما ورد في فضائل الصور والآيات على طريق صحيح قليل جدا، فما ذلك هذا يدل إلى تفضيل. نعم بهذا الاعتبار ولا يتصور فيه تفضيل، هذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. نعم ثم باعتبار كتابة والقراءة يجوز أن يكون بعض الصور أفضل كما ورد في الحديث، وهم حملوا هذا الفضل على الكتابة والقراءة. نعم يكون المكتوب بصورة الإخلاص، أو يعني الفاتحة المكتوبة أو قراءة الفاتحة أو قراءة ياسين يكون أفضل، أما هذا الفضل لا يرجع إلى ذات القرآن. نعم إلى جزء ذات القرآن كما ورد في الحديث. وهو حقيقة التفضيل أن قراءته أفضل، لما أنه أنفع ما يكون كثيرا النفع، أو ذكر الله فيه أكثر، يكون فيه ذكر الله أكثر لذلك، مثلا سورة الإخلاص ذكر فيه التوحيد فقط، هذا التوحيد يعني أفضل المواضيع. بخلاف سورة تبت يعني فيه بيان هلاك أبي لهب وامرأته، هذا موضوع يعني لا يساوي موضوع التوحيد. نعم فإذا يتفاوت بينهما. نعم ثم الكتب قد نسخت بالقرآن تلاوتها وكتابتها وبعض أحكامها. الكتب يعني الكتب كلها غير القرآن، نسخت بالقرآن يعني بنزول القرآن. تلاوتها تلاوة الكتب، كتابة الكتب لا يجوز هذا، كتابتها وكذلك تلاوتها، تلاوة التبور الزبور أو تلاوة الإنجيل أو تلاوة التوراة أو كتابها لا يجوز، قراءتها أيضا لا يجوز. نعم لغير المتبحرين من العلماء لأجل الرد على شبهات النصارى واليهود هكذا. نعم وبعض أحكامها لم ينسخ جميع الأحكام بل بعض الأحكام، وبعض الأحكام باقي في شريعتنا إلى. نعم ثم مسألة المعراج. والمعراج لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اللقلة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلا حق. نعم هنا ذكر المعراج فقط لم يذكر الإسراء. نعم هنا بين هذا القول عصام الدين رحمه الله، يقول الظاهر العروج إلا أنه أطلق المعراج وأراد العروج إشارة إلى أن العروج كان بالمعراج، على ما ذكر أرباب السير أنه ظهر في بيت المقدس من الصخرة إلى السماء معراج في غاية الحسن والجمال، وهو المعراج الذي تعرج منه الملائكة إلى السماء يهدى عارلتيه من الياقوت الأحمر والأخرى من الزبرجد الأخضر، ويهدى درجاته من الفضة والأخرى من الذهب مكللة بالدر والياقوت، وهو الذي يظهر منه ملك الموت لقبل الأرواح ويراه المحتضر لأجله ينظر جدا ويبالغ في النظر. نعم وإذا يقال المعراج والمعراج
المعراج يعني اسمه آلة من العروج. إذن ماذا كان الحق؟ العروج لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، عروجه حق، لكن هذا العروج سمي بالمعراج لأن العروج كان بالمعراج على هذا الوصف المذكور. نعم. ثم بعده أي ثابت بالخبر المشهور. ما معنى الحق؟ يعني ثابت بالخبر المشهور. في بعض تفاصيل هذا المعراج خلاف لبعض فرقتنا. بعض قال هذا ما كان في اليقظة بل في المنام، وبعض قال هذا ما كان بشخصه وجسده بل كان بروحه فقط. هكذا اختلاف. هذا سيبين الشارح إن شاء الله. فإذا حق معناه ثابت بالخبر المشهور. نعم، هذا ثابت بالخبر المشهور، لذلك هذا ثابت من مسائل الاعتقاد. لماذا؟ لأن ما يثبت بخبر الواحد لا يكون مقبولا في باب الاعتقاد، لكن هذا ثابت بالخبر المشهور. نعم. كما أن منكره يكون مبتدعا، منكره لا يكون كافرا بل يكون مبتدعا. لماذا؟ لأن هو ما ثبت بالخبر المشهور. وإنكاره وادعاء استحالته إنما يبتنى على أصول الفلسفة. بعض ادعى أن هذا محال، فهذا الإنكار مبني على أصول الفلسفة. ما هي أصول الفلسفة؟ أن هذه الأفلاك والسماوات السبع يقولون فيها أنه لا يجوز الخرق والالتئام في الفلك في السماء. إذن لو كان هكذا فلا يجوز العروج إلى السماء الدنيا ثم إلى الثانية ثم هكذا، يعني إلى العرش ثم إلى ما وراءها، هكذا لا يمكن. نعم، هذا مبني على أصول الفلسفة، فهذه الأصول باطلة. نعم، لذلك ما أبتني عليه أيضا باطل. وإلا فالخرق والالتئام على السماوات جائز، هذا هو الحق. والأجسام كلها متماثلة يصيح على كل ما على كل ما يصيح على الآخر. يعني ما هو دليل أن الخرق والالتئام جائز على السماوات؟ لأن السماوات من الجسم، يعني جسام عريان. فإذا هذا الأرض وكذلك الهواء، هذه يعني الأجسام يجوز فيها الخرق والالتئام. فإذا ينبغي أن يجوز هذا على السماوات، لماذا؟ هي أيضا من الأجسام والأعيانين. لذلك قال الأجسام كلها متماثلة، يعني السماوات والأرض يسيح على كل ما يسيح على الآخر. والله سبحانه وتعالى قادر على الممكنات كلها، هذا السماء ممكن. فإذا الله تعالى قادر عليه يعني بخلق الخرق والالتئام فيها. فقوله في اليقظة إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام، على ما روي عن معاوية رضي الله عنه أنه سئل عن المعراج فقال كانت رؤيا صالحة، هكذا أجاب معاوية رضي الله عنه. بناء على واستدلالا بهذا القول، قال بعض العلماء أن المعراج كان بالروح، كان في المنام ما كان في اليقظة. سيأتي الجواب. نعم. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما فقد جسد محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ما فقد جسد محمد عليه السلام ليلة المعراج، يعني كأنها تقول أن جسده كان باقيا عندها في ليلة المعراج. فهذا أيضا يدل بظاهره على أن المعراج كان في المنام. بعد أن استدل به أيضا، وقد قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها إلا فتنة للناس. وهؤلاء القائلون حملوا هذه الآية والرؤيا في هذه الآية على المعراج ثم استدلوا به أيضا فأجيبه. فإذا الحق أنه كان
في اليقظة ما كان في النوم ما كان رؤيا مجيبة. هذا الدعوة بأن المراد الرؤيا بالعين يعني وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذا رؤيا مصدر رؤيا مصدر ثم هذا فعله رأى رأى يرى رؤية رؤيا كلاهما مصدر لكن هذا الغالب هذا فعل رأى استعمل على ما رأى بالعين وعلى ما رأى بالبصر فسره هذا الجواب فسره عصام الدين والجواب بأن المراد الرؤيا بالعين مبني على أن الرؤيا جاء مصدر رأى بالبصر كالرؤية إلا أنه في رأى بالمنام أشهر فإذا رأى بالعين رأى بالبصر رأى في المنام هذا رؤيا يأتي مصدرا لهذين المعنيين لكن الأشهر ذاك هذا لا بأس يعني بسبب سائر الأدلة يحمل على رؤيا بالبصر يعني بعون سائر الأدلة هكذا أجيب ثم كذلك والمعنى ما فقد جسده عن الروح بل كان مع روحه وكان المعراج للروح والجسد جميعا يعني قول عائشة ما كان نفيا للمعراج في اليقظة بجسده بل كان إثباتا كان المعراج بجسده فإذا ما فقد جسده عن الروح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد يعني روحه مع جسده ما فقد جسده عن روحه بل كان مع بل كان مع روحه وكان المعراج للروح والجسد جميعا ثم بعده قوله بشخصه هذا إشارة إلى رد على دعوى آخر إن شاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.